ما زال لغز إصابة النجم ليونيل ميسي يلفه الخمود، حيث استبغد مدرب إنتر ميامي مشاركته في مباراة الفريق أمام نيويورك سيتي مساء السبت. شهد شهر سبتمبر الماضي غياب ليونيل عن 5 مباريات بما في ذلك مباراة للمنتخب الأرجنتين، ولم توضح الأسباب الحقيقية لهذا الغياب ومدى إصابته بالتحديد. تمت الإشارة سابقاً إلى مشكلات إرهاق عضلي، وأشار المدرب الأرجنتيني لانتر خيراردو تاتا مارتينو إلى آثار من إصابة قديمة. وقد توقع المدرب السابق لبرشلونة والمنتخب الأرجنتيني أن يشارك ميسي في إحدى مراحل المباريات الـ5 المتبقية لميامي في الموسم الغادي للدوري الأمريكي. أضاف كذلك: سيشارك بالتأكيد قبل نهاية الموسم الدوري، فنتابع كل مباراة على حدة ونرى كيف ستسير الأمور وما إذا كان الفريق الطبي يمكنه الموافقة على مشاركته دون أي مخاطر. وقد أعرب بعض الجماهير الفريق عن خيبة أملهم بسبب غياب ليو، الأمر الذي أدى إلى تعادل إنتر ميامي بنتيجة 1-1 أمام نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي مساء السبت.